يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. راجعين لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا مثل ما تشوفون الأهوار هسه احنا داخلين بهذا البزل، اما بقية الأهوار كلها جفاف وطالعة قاع. هذا الماي تلوث والسمم بحيث الحلال كله قام يموت بيه. وهسه راح نراويكم شي صادفنا بالطريق. شلونك؟ حياك الله. شوفها كلها صغار. اهم شيء البوسه او في البرهان. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اول استفتاحية هذا البرهان. كله بالراس. طاح طاح. والله رحنا راويناه سوى بينا كارثة. تشيله مدري شلون جته. ماكو طريق؟ هذا الحرق بيه مضرة وبيه منفعة. المنفعة مالته اذا كان منسوب المياه مرتفع يطلع هذا الحشيش اللي هو العنقر. وهسه بهاي الفترة بما ان منسوب المياه منخفض راح يضر الحيوانات، مجرد بس تاكل بهذا الحشيش تسمم. وين الزرقي؟
عرنا عليها على راحت منه بسرعه وعرنا عليها لما ركضت وصلت لها القيت. روح. ايه ابوي عد عدله. لا يصور بس خليه يدح عليه خليه يكرش. ها هذه دقدقه. حلا دقدقه. عايز نسوي طلع برا. العباس رأوناها صيد النقود صيد الفلوس نوش مرد كذا مردي مصر كذا مردي مصر صور عاد عباس طبنا عليها العباس ارفع خلينا نشوفها جيبها عباس جيبها ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى يلا روح توكل والله عباس ثاني عباس نعم كثرا يا الله كثرا عباس قدامنا هناك عباس هذا هو هنا قدامنا هاي القصة هناك طقطقة فوق هنا مات الله مات الله بس الملح ما نشوفه ما تقلقتي؟ شوف الجنس في جبهة لعتك شوي خلي صفع عنها انت جيبها عم جيبها جيب حول ايش قصر العدد ستة ما شاء الله عذاب يا ابو ارفع شوي اسمع الصبر شوي اسمع يديروا هات شوي المحميه وتحصل فر وجهي ليه
ما شاء الله ما شاء الله يا الله. اللهم صل على محمد وعلى اله. ما صورت ليمون ليمون طيب ليمون يتحرك. ايوه الرخاويه وهذا النقود. والله مصطفى شمك بعد انت بعد انت. شوف الهواء ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو شيء يمكم يا ولد بعد ها القودات القود. يا الله خير وبركه خير وبركه. يلا لايك واشتراك ومع السلامه.